هاجس الخصوصية الإلكترونية غائب أو مهمل بالنسبة للمشرع اللبناني وللمواطنين. الدستور اللبناني ما تطرق للخصوصية صراحة، إنما بطريقة غير مباشرة نص على حماية الحريات الفردية وشدد على احترام حرمة المنزل. شو الوضع اليوم؟ الحكومة بتنتهك خصوصية اللبنانيين عبر تسليم كافة بيانات الاتصال للأجهزة الأمنية من 2012، كما أنه وزارة الاتصالات بناءً على إشارة النائب العام لدى محكمة التمييز تلزم جميع الشركات الموزعة لخدمة الإنترنت بالاحتفاظ بكافة البيانات والمعطيات لمدة سنة دون أنه يكون هناك معايير واضحة كيف بتم حفظ هالداتا وحمايتها والتعامل معها، خاصة بغياب أي رقابة لاسيما بعد إلغاء دور الهيئة الناظمة للاتصالات. حالياً هناك مشروع قانون المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية اللي تسجل بالبرلمان بال2004 وتناقلته اللجان حتى أحيل للهيئة العامة بال2011، ثم تم سحبه من جدول الأعمال وأعيد للحكومة اللي قدمت المشروع الجديد بال2012 للبرلمان، ولا تزال اللجان تتابع دراسته. هالاقتراح هو إطار عام لمجال التكنولوجيا ولأول مرة بيحتوي على مبادئ تتعلق بالخصوصية على الإنترنت.